أهلا بكم. تمثل الانتخابات الأمريكية القادمة نقطة تحول غير مسبوقة في سياسات الولايات المتحدة خارجيا وداخليا، مع الضربة الموجعة التي تلقاها المرشح الديمقراطي جو بايدن في مناظرته الأولى مع غريمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في إحداث شرخ كبير داخل الحزب الديمقراطي ومنح الحزب الجمهوري أملا في استعادة البيت الأبيض من جديد بعد انقلاب شريحة من الديمقراطيين على بايدن ومطالبة شريحة أخرى باستبداله بنائبته كاميلا هاريس. ورغم أن السياسات الديمقراطيين شبه ثابتة تجاه العديد من الملفات الداخلية والخارجية، إلا أن توجهات الجمهوريين المحافظة التي تجنح يوما تلو الآخر نحو اليمين، يرى العديد من الأمريكيين أن ضعف أداء بايدن يسهم في منح ترامب مفاتيح البيت الأبيض، وهو ما يعصف بكل ما بناه الديمقراطيون خلال رئاسة جو بايدن، ويباعد ما بين ضفتي الأطلسي بالتخلي عن أوروبا وحلف الناتو، إضافة إلى تغيير مسار الحرب الروسية الأوكرانية حسب وعود ترامب، وهي التوجهات التي أعلن عنها ترامب مرارا، ولا تقتصر على الملفات الخارجية فقط بل على الداخل الأمريكي، مع تلويح ترامب بضرورة توسيع صلاحيات الرئيس الأمريكي وإعلان العديد من الجمعيات والمؤسسات اليمينية الأمريكية ذات التوجهات الجمهورية عن انضمامها لمشروع أطلق عليه مشروع 2025، والذي وضعته مؤسسة التراث الفكرية بالتعاون مع أكثر من 100 مركز محافظ بهدف تمكين الإدارة الجمهورية المستقبلية من تغيير أنظمة الحكم الفيدرالية، وهو ما يهدد الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة فيدرالية بحسب مراقبين لكل من ولاياتها سلطتها المستقلة وقوانينها. في الوقت الذي استنكرت حملة بايدن الانتخابية هذا المشروع مؤكدة أنه تهديد لمستقبل الديمقراطية الأمريكية في ظل حكم الحزب الجمهوري. إذن أزمة جديدة تضرب حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسية، حيث أعلن أكبر مانحين الحزب الديمقراطي عن سحب دعمهم حال استمرار بايدن مرشحا للحزب بعد أدائه المخيب في المناظرة الرئاسية بحسب آرائهم. ونقلت شبكة ABC نيوز الإخبارية أنه على الرغم من تأكيد بايدن التزامه بالبقاء في السباق وسط انتقادات لأدائه الضعيف في المناظرة الأسبوع الماضي، إلى أن هذا لم يهدئ المانحين أو الاستراتيجيين الذين يشعرون بالقلق من عدم قدرته على الفوز في نوفمبر. يذكر أن الرئيس الأمريكي يواجه مطالبات أخرى من داخل حزبه للتراجع عن ترشحه. ونقلت شبكة CNN إن مجموعة من النواب الديمقراطيين أبلغوا زعيم الأقلية في مجلس النواب بضرورة تنحي بايدن عن السباق الرئاسي. نقلت شبكة CNN أن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بصدد الإعلان عن اسم مرشحه لمنصب نائب الرئيس خلال العشرة الأيام القادمة، حيث أوضحت الشبكة الأمريكية أن أداء المنافس الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية أدى إلى إعادة النظر في الأسماء المطروحة أمام ترامب لشغل هذا المنصب. من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب المقرر من 15 إلى 18 الشهر الجاري في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن، حيث تنحصر الترشيحات بين حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغام وسيناتور فلوريدا ماركو روبيرو وسيناتور أوهايو جي دي فانس، إلى أن وفق التقديرات يعتبر دي فانس أبرز الأسماء المرشحة لعلاقته القوية بالمانحين، كما ينظر له أنه وريث حركة ميجا الداعمة لترامب. يواجه الحزب الديمقراطي لحظة تاريخية غير مسبوقة مع تفاقم الأزمات والانقسامات حول ترشح الرئيس جو بايدن ممثلا عن الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر. هذا ونقل موقع أكسيوس عن
تزايد عدد المطالبين داخل الحزب بضرورة تراجع بايدن عن الانتخابات وطرح بديل له في أقرب وقت. وأضاف الموقع الأمريكي أن أعضاء من مجلس النواب والشيوخ أقروا أنه من المرجح أن يتخذ القرار النهائي بشأن ترشح بايدن الجمعة القادم، بينما أعلن السناتور كريس ميرفي أن الأسبوع القادم سيكون نقطة فاصلة في مسألة مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا السباق الانتخابي. من جانبها، نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية بالتعاون مع صحيفة فيليت الألمانية تحقيقا حول خطط المنظمات العالمية وقادة دول الغرب للاستعداد لعودة دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى بعد ارتفاع المؤشرات بفوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية. وأوضح التحقيق أن قادة حلف الناتو عملوا على إعداد خطة لتثبيت الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، كذلك العمل على تحصين أولويات الحلف ضد التلاعب من قبل ترامب من خلال اعتماد إجراءات دبلوماسية وقانونية. وفي الأسابيع الأخيرة اجتمع وزراء كبار من ألمانيا وكندا مع أعضاء من الحزب الجمهوري الأمريكي في خطوة لتعزيز العلاقات مع قادة الحزب قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر. We're going to tell crooked Joe Biden. Is, I believe, 100 days. Blast with your voice. Just about all else. Well, yo! It's dangerous. Take this back. Just like these crowds. Joe Biden is the nominee. Many of the weaponization of the إذن كما ذكرنا في المقدمة، في عام 2022 تعاون المركز الأمريكي المحافظ والذي يحمل اسم مؤسسة تراث مع نحو 100 منظمة محافظة لوضع خطة للرئيس القادم للولايات المتحدة عنوانها مشروع 2025، من شأنها توسيع نفوذ المحافظين داخل البلاد. وعلى الرغم من أن المؤسسة لم تسمي ترامب تحديدا، لكن كل ما ذكر فيها أو ذكر فيها يدل على تطابق بنود المشروع مع سياسات دونالد ترامب. فهذا المشروع مخصص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية من الجناح المحافظ، والذي يمتلك رؤى وخطط متشددة حيال كل السياسات الأمريكية تقريبا، بما في ذلك الهجرة والسياسات المالية، إضافة إلى علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء والأعداء، إضافة للمنظمات الدولية. مشروع أمريكي محافظ أثار العديد من الجدل داخل الأوساط الشعبية والسياسية في الداخل الأمريكي. المشروع الذي أطلق عليه خارطة طريق 2025، وهو خطة شاملة وضعتها مؤسسة التراث بالتعاون مع أكثر من 100 مركز فكري محافظ، تهدف إلى تمكين إدارة جمهورية مستقبلية من اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية لتغيير أنظمة الحكم الفيدرالية وحتى النقدية في الولايات المتحدة. كيفن روبرتس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تراث، أكد أن هذا المشروع يعتبر بمثابة ثورة أمريكية ثانية، والتي ستظل بدون دماء أو خسائر إذا سمح اليسار بذلك. تصريحات روبرتس أوضحت أن التغيير في الولايات المتحدة أصبح ضرورة ملحة، وأن الرئيس الأمريكي يجب أن يتمتع بسلطة مطلقة على الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية. المشروع الذي جاء في أكثر من 900 صفحة تضمن خارطة طريق لرئيس الولايات المتحدة القادم وكيفية إدارته للبلاد بالشكل الذي يوسع نفوذ المحافظين. وشمل المشروع إلغاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالكامل لصالح الخدمات المصرفية الحرة، كذلك التراجع التام عن جميع سياسات المناخ التي اتخذتها إدارة بايدن، مع زيادة كبيرة في استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه، وإجراءات صارمة لتقييد الهجرة وحقوق الإجهاض،
ويشمل أيضاً إنهاء المشاركة الاقتصادية مع الصين وتوسيع الترسانة النووية وتحليل مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية المختلفة. ترامب لم يكن مقصوداً بالمشروع مباشرة وفق متابعين، لكنه معنياً بما جاء فيه كما يؤكدون. وعلى الرغم من أن حملة ترامب الانتخابية أبدت ردود فعل متحفظة حيال المشروع بأكمله، لكن كثيرين أخذوا بعين الاعتبار أن عدداً من المسؤولين السابقين في إدارته والكثير من الموالين له شاركوا في وضع بنود مشروع 2025. للمزيد من القراءة التحليلية ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن السيد ليف لارسن عضو الحزب الجمهوري والدكتور شيرين النجار عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بكما في هذه الجولة. إذن أبدأ معك سيد ليف، كيف تنظر إلى هذا المشروع، مشروع 2025، وهل يتفق الحزب الجمهوري مع توجهات هذا المشروع وبنوده؟ شكرا جزيلا في البداية على استضافتي. أعتقد أن المشروع 2025 يأتي من المجموعة أو من عدد من مراكز الفكر المرتبطة بالحزب الجمهوري، وهناك مؤسسات من مراكز الفكر التي لديها هذه وجهة النظر وهذا المشروع وتتبنى كل مبادئه وفلسفته والتي أقرها الحزب الجمهوري، مثل إزالة عدد من المنظمات الحكومية وبعض الجهات الحكومية، مثل فيما يتصل بمؤسسات التعليم، وخاصة تتخطى هذه الرؤية إلى كثير من المجالات المختلفة التي يعتمدها كذلك المحافظين. فبالتالي من وجهة نظري أعتقد أن بعض هذه القضايا تحصل على دعم من جانب ترامب عندما كان في الرئاسة، وبعض هذه القضايا الجديد مدفوعة من مجموعة الماجا التي تدعو إلى شعار فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وكذلك هناك محاولات من أجل أن تزرع زراعة هذه الأفكار خاصة وفلسفة الخاصة بماجا والمنظمة التابعة لهم من خلال التعاون وأيضا بناء على توجيهات إدارة ترامب. فبالتالي هذه واحدة جاءت من تاريخ طويل من هذه وجهة النظر، وأخرى جاءت بناء على وجهة النظر من مجموعة الماجا. دكتور شيرين، ما هي نظرة الحزب الديمقراطي لهذا المشروع، وهل هناك تخوف من توجهاته، خاصة وأن السياسات التي أقرت في هذا المشروع وكتبت ربما تخالف سياسات الحزب الديمقراطي ليس فقط في الآونة الأخيرة ولكن عبر تاريخه؟ هي يعني لا تخالف فقط الحزب الديمقراطي ومبادئه، لا، ده تخالف الولايات المتحدة كدولة عظمى ودولة لها دستور. كون هذه الوثيقة التي يعني تحتوي على 900 صفحة يوعد فيها ترامب أنه سيقضي على التمييز العنصري للبيض، هذا يعني شيء لم نسمع عنه قبل هذا. يعني التمييز العنصري دائما بيحصل للأقليات اللي موجودة في الولايات المتحدة، وعدم المساواة يعني دي ده شيء يعني كافحت الولايات المتحدة من أجله من الستينات. أيضا في تخوف كبير قوي من تعامله مع الرئيس الروسي، لأنه أول حاجة قالها أنه هو حيوقف الحرب في أوكرانيا، ولم يفصح يعني عن التفاصيل، بس واضح جدا وكما قال أنه هو يعني حيوعد بوتين أنه مش حزب الناتو لن يتمكن من ضم أوكرانيا أو جورجيا. وطبعا ده شيء حيخلي أوروبا كلها والاتحاد الأوروبي، وخصوصا تعامله مع الاتحاد الأوروبي وفرضه كمان يعني ضرائب
باهظة، وخصوصا أنه يقول أنها يعني موازنة غير عادلة للولايات المتحدة. كل ده حينفر مننا جميع الحلفاء اللي هم يعني واقفين مع أمريكا. وكان هناك تخوف من قادة يعني حلف الناتو لقدوم ترامب، وذلك بناء على الأربع سنوات التي قضاها ترامب في البيت الأبيض وعلاقاته مع الناتو. ولكن ما يهم الناخب الأمريكي ربما بعض الملفات دكتور شيرين؟ يعني أربع ملفات جاءت في هذا المشروع: ملف الحكومة، الهجرة، والمناخ، والاقتصاد، والإجهاض. هل هناك ربما مخاوف من هذه الملفات بالتحديد من الحزب الديمقراطي؟ كسيدة ومعظم السيدات في الولايات المتحدة غير موافقين تماما على تقييد حرية المرأة، وخصوصا في الحفاظ على صحتها. لو قالوا يعني أن الحمل كان يؤدي بصحتها أو في أمراض يعني تحكم عليها عملية الإجهاض، دي حاجة مهمة جدا للسيدات ونمرة واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. المهاجرين طبعا في قلق كبير قوي، والحاجة اللي لازم ننوه ليها برضو إنه القوانين اللي عملها ترامب في الجنوب لم يلغيها بايدن، بل يعني كما هي ما تغيرتش. فمش عارفة هو هيجي يعمل ايه. هو بيقول لك هيجي يكمل السور، اوكي، طب ما السور، ما هو يعني السور في جزء منه موجود، والهجرة الشرعية الغير شرعية لسه موجودة. هو طبعا في نظامي غير نظاميين موجودين في الولايات المتحدة ويقدر عددهم 15 مليون، وده طبعا قلق كبير على عندنا جامد. يعني الاقتصاد الغلاء في كل حتة، والمواطن الأمريكي يعلم هذا جيدا يعني، وبس البطالة في تحسن كبير جدا. نعم. واتفضل. أتحول لي السيد ليف لارسن. يعني سيد ليف، ربما هناك بعض التصريحات التي أتت من رئيس مؤسسة تراث تشير إلى، بحسب تصريحاته وبحسب مصطلحاته، ثورة أمريكية جديدة، وربما هو عبر عن هذه الثورة بأنها ستكون عنيفة سياسيا. هل تتفق مع هذا التوصيف بناء على مشروع 2025؟ وهل يؤثر ذلك وهذه التصريحات وهذا التوصيف على سير العملية الانتخابية ولحملة دونالد ترامب بالتحديد؟ هذا سؤال وجيه للغاية، وأنا سعيد أن أتناول هذه القضية. أعتقد أن كان الرئيس يحاول أن يوضح وجهة نظره، أو أقصد هنا الرجل الذي يتحدث باسم مؤسسة التراث لا يقصد ثورة عنف، ولكنها ثورة في تغيير وجهات النظر وتغيير السياسات الأمريكية على كثير من الأصعدة، وأيضا أن تعطي السيادة للشعب. لابد أن نتذكر مع الرئيس الذي ذكر هذه الأمور، بالتالي لسنا متأكدين إن كان هناك انخراط من جانب الرئاسة، فبالتالي لا نعلم تماما من هو منخرط في هذه الأمور. أعتقد أنه يفعل ذلك، ذلك لأن حملة بايدن في انهيار شديد، والآن هناك شائعات أن هناك الكثير من الديمقراطيين الذين يسعون إلى تنحي بايدن، ولكن ترامب يسعى إلى الحصول على المناصرين بشكل أكبر من المستقلين. هو يحاول أن يضع نفسه في مكانة وسط من أجل الحصول على مزيد من الداعمين والمناصرين، وبذلك يحصل على مزيد من الأصوات. فبالتالي أنا أحذر بشأن شيء واحد: الشخص الذي منخرط في مشروع 2025 ستيفن ميلر عمل مع إدارة ترامب في الماضي، ولا زال ميلر كان هو مؤلف الحظر الذي صدر تجاه المسلمين فيما يتعلق بهجرتهم، وأيضا انخرط في مشروع 2025 وله دلالات سلبية للغاية فيما يتصل بالهجرة في الولايات المتحدة. هناك مساعي لوقف
الهجرة تماما، وأعتقد في المستقبل الدول الإسلامية ربما تواجه الكثير من العقبات فيما يتعلق بالهجرة سواء الشرعية وغير الشرعية. فالسيد ميلر منخرط تماما في هذا المشروع. ولكن سيد ليف، يعني دونالد ترامب حتى في المناظرة الأسبوع الماضي كان يتناول هذه الملفات التي يتناولها التقرير أو ما جاء في مشروع 2025، يعني نتحدث عن يعني صلاحيات الرئيس الأمريكي، مسألة الهجرة الذي كان مرارا وتكرارا يتهم فيها جو بايدن بأنه سمح للكثير من المهاجرين للدخول للولايات المتحدة الأمريكية. في حقيقة الأمر لم يرد على سؤال المناخ. كيف ربما يتناول دونالد ترامب هذه الملفات، خاصة وأنها أتت في هذا المشروع بشكل ربما يعبر عن توجهات ترامب؟ من وجهة نظري أعتقد أن الرئيس قبل الكثير من المعارضة فيما يتعلق بالمناخ، وقد واجه الكثير من العقبات في هذا الأمر والتداعيات كبيرة. في إدارة ترامب السابقة كانت هناك مناصرة كبيرة إلى استكشاف المزيد من النفط في الولايات المتحدة من أجل فتح الكثير من المجالات والمناطق التي لم يتم البحث عنها فيما يتصل باستكشاف الغاز والنفط، وخاصة في ألاسكا. أعتقد أن كانت هناك مساعي من جانب إدارة ترامب إلى استكشاف المزيد من النفط وإذعانا لمشروع 2025 أن يكون هناك مزيدا من النفط في البلاد الذي يتم استخدامه محليا لإنتاج الطاقة. فيما يتصل بملف الهجرة أعتقد سوف نرى أكثر مما رأيناه في إدارة ترامب سابقا، سوف تكون هناك انحدار ونقص في عمليات الهجرة من الدول الإسلامية وكذلك الهجرة عبر الحدود خاصة الجنوبية، وكذلك أعتقد أن هناك خطوات وتحركات خطيرة بسبب استخدام المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة لإحتواء الهجرة غير الشرعية وأيضا لنقل هؤلاء المهاجرين خارج البلاد. حتى وإن لم يكن الرئيس صريحا في هذا الشأن خلال المناظرة، ولكن هذا هو موقفه من وجهة نظري. نعم، أتحول لدكتور شيرين. دكتور شيرين، يعني كيف تنظرين إلى هذا الأمر الذي طرحه السيد ليف، وهو ربما طرح كثيرا من حتى أعضاء في الحزب الديمقراطي عن حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة بعد المناظرة السابقة، ويأتي ذلك في إطار طرح العديد من الملفات من ضمن مشروع 2025 والمخاوف التي ربما تتزايد لدى أعضاء الحزب الديمقراطي؟ هل يضاف إلى هذه المخاوف حالة جو بايدن وحالة الارتباك لدى بعض المانحين للحزب الديمقراطي ولحملة الرئيس جو بايدن؟ طبعا في تخوف كبيرة جدا على صحة الرئيس وكفاءته، وخصوصا اليوم بعد ما أعلن أنه هو في طبيب للمرض الرعاش زاره 8 مرات في آخر الفترة الأخيرة، وإصابته مرتين بمرض له عواقب وخيمة. يعني طبعا في مخاوف، بس أنا عايزة أرد على كلمتي على حضرتك في موضوع الهجرة. يعني أنا أعتقد إنه ترامب رجل مغيب، يعني لأنه معظم المراكز المهمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة الطب والهندسة والعلماء كلهم خارجين على الولايات المتحدة. الناس يعني لن أبالغ وأقول كلهم، هيكون معظمهم من الخارج، ومعظم وكثير منهم جدا من الدول الإسلامية اللي هو عايز يعمل عليها حصر كامل للهجرة. كمان عايز أرد على موضوع أنه يقلص الحكومة الفيدرالية، يعني هو ينوي تسريح
عمال كثيرين جدا في الحكومة الفيدرالية، وتوسيع سلطاته التنفيذية على وزارة العدل انتقاما منها مما قامت منه. يعني في مخاوف كبيرة جدا من ترامب أكثر من مخاوف على صحة بايدن. المشاورات يعني دائمة، وكريم جيفري رئيس الحزب تواصل مع الموجودين اللي هم الرؤساء أو كبار الحزب الديمقراطي، وأظن أنهم في الفترة القادمة في خلال يومين سيأخذون القرار الحكيم. مخاوفنا من ترامب تتعدى كثيرا موضوع صحة الرئيس. ترامب إذا جاء ستكون كارثة على الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية. لم إذا قلت شيئا لا يوافق عليه ستكون خارج على الولايات المتحدة الأمريكية ولا تؤمن بمبادئ الولايات المتحدة. ونحن يعني أمريكان أيضا، ولكن من نحمل جنسيات أخرى، سنكون في تخوف حتى من أدائنا لآرائنا اللي كنا متعودين عليها بحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. هو سيأتي يضرب عرض الحائط القوانين الأمريكية والدستور الأمريكي. فالمخاوف بتاعتنا أكتر كمواطنين أمريكيين أكتر بكتير من قلقنا على صحة بايدن. دكتور شيرين النجار عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، سيد ليف لارسن عضو الحزب الجمهوري، أشكركم شكرا جزيلا، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. إذن بعد قليل نلتقي في جولة جديدة من العالم ينتخب، ابقوا معنا.